سامعين يا بنات؟ سامعين؟ طب المشاه دي تعال نشوف من تحت، شايفين؟ شايفين مش بمية مية؟ لا حلو. شايفين جمال أم علي مكسرات؟ شايفين اللزجة؟ طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا نشوفوا الجمال اللي انت شوف ده عملناه ازاي. لا الربع ملهاش دعوه، الربع هنبيع مع كاش معجنات. المقادير بتاعتي هحتاج لتر الا ربع حليب، طبعا لتر الا ربع حليب على الحجم الطاجن اللي انت شفته اللي هو الحجم ده، لان لازم كميه الحليب تكون كتيره مش شويه، تكون شربها حلو قوي. تمام. طيب هحتاج كمان نص علبه من القشطه فانيليا، هحتاج مكسرات اي نوع بتحبيه، انا عندي كشمش وفستق، انت اي نوع حطيه اللي عندك. هحتاج ربع كوبايه من السكر، معلقه واحده بس من النشا عشان تديني ربطه بسيطه، ربطه بسيطه للحليب اللي هنضيفه ده اللي انا بحطها دي، هي بتدي طعم فظيع للام علي بتاعتي بتميزها. تمام. تقدري تحطوا لتر الا ربع حليب او تحطوا علبتين وعلبه من الكريمه سائله، دي كده عندكم انتوا الخيار، وتسخنوهم على النار كويس جدا. تمام. يا اما كده الثلاثه، يا اما تشيلوا دي وتحطوا لتر الا ربع حليب. تمام، اتفقنا على النقطه دي. او تعملوا ميكس تحطوا كله مع بعض يبقى مدي طعم احلى واجمل. وهحتاج زعفران، وهحتاج كمان ده اسمه ايه، باف باستري. تمام، هحتاج باف باستري. تمام كده، هاخد الباف باستري وهحطه في الفرن ينشف يتحمص كويس جدا، وهحط الحليب او الكريمه والحليب في جدر صغير يغلي، وهنرجع مع بعض. دلوقتي معلقه واحده صغيره بسيطه كده، شوفوا ممسوحه كده بس من النشا، هدوبها مع الحليب، بعدين اشغل عليها النار نار واطيه، وبعدين احط السكر. هنا كده بنات زي ما انتم شايفين كده الفستق اديته بس جرشة كده. تمام. وطبعا ام علي بتحب المكسرات، وهنا ده كده كشمش. بصوا بقى يا بنات كده حطينا الباف باستري هنا وتحمص خلاص، هنطلعه بقى كده. تمام، اتحمص بصوا من الناحيتين، هنطلعه كله. تمام، بعدين نيجي نكمل. تمام كده خلاص بقى كده. تمام، هنوضبها، ناخد الباف باستري بتاعنا كده وهنحطه. ناخد المكسرات، هي حالتها المكسرات تاني باف باستري. بصوا بقى كده يا بنات، انا خلصت بقى، انا هاخد بقى سمنه بلدي، انتوا عارفين هي حالتها بالسمنه البلدي، تحطي السمنه البلدي الجميله بالجمال ده. ايه رايك فيها؟ دي معموله عشان خاطر اخويا ابو احمد حبيبي. وهنا بقى عندي حبيبي، وهنا بقى عندي قشطه، علبه قشطه هنحط عليها سمنه وعليها معلقه سكر، ونحطها على الوش تاني عشان تبقى دسمه يا بنات، تبقى حلوه كده. شفت بقى اخويا بيقول ايه؟ بيقول لي قشطه، حط قشطه، تعالى تاكل دول.
دول اتبقوا. تاخد تاكل دول بجبنه او بحاجه؟ اتبقوا. خد لك عايز جبنه كل جبنه. اي في الجبنه بتاعتك طول الصبح تاكل بيها ولا اجيب لك رومي؟ لا انا غمزك انت انت عسل. سامعين يا جماعه احنا مدلعنا عشان عامله ام علي شفته حبيبي. خد ايه رايكم يا جماعه بقى؟ طيب يا بنات هنا بقى حطيت في طبق نص علبه قشطه وعليها معلقه كبيره سمنه بلدي ومعلقه سكر. قلبتهم كويس جدا وبدات ان انا افردهم على وش الطاجن وهدخلهم بقى الفرن. وخدي بقى احلى طاجن ام علي بالدنيا كلها. سيبيه بقى في الفرن لمده تلت ساعه ياخد بقى مع نفسه كده. وحركه معلقه النشا اللي حطناها في الحليب والكريمه بتكرملها قصدي بتتقل شويه القوام مش بتخليه ميه قوي او حليب قوي كده وسايب ويبقى وحش زي الجاهز. انا بصراحه الجاهز ما بيعجبنيش. جربوا كده طريقتي انا عملتها معاكم كتير جدا بالقناه بس حبيت اشاركها معاكم في الصفحه بتاعتي. اتمنى تكون عجبتكم الوصفه. شوفوا بقى الجمال بقى بيطلع في الفرن. بصوا الجمال والحلاوه جميله والطبقه اللي فوق مقرمشه جدا وطعمها خطير ومن تحت بصوا الجمال رهيبه رهيبه رهيبه. يلا يا بنات اذا استفدتم من الفيديو بتاعي اتمنى دعوه من قلب الامي الله يرحمها ولكل الاموات ونتقابل في فيديو جديد. اتمنى تثبتوا وجودكم بتعليق. تعليقكم بيسعدني وبيشجعني ان انا استمر. تحطوا لايك اذا لسه ما اشتركتوش في قناتي. انزلوا تحت الفيديو هتلاقوا كلمه سبسكرايب في صندوق احمر اضغطوا عليها في جرس اضغطوا عليه هيظهر لكم اختيارات اختاروا كلمه الكل. السلام عليكم نتقابل في فيديو جديد.